ما بكفي انه اخته رصياح؟ ما حبيتها منك هي جميل ابدا. اسمعني يا اخي، الليله من كل بيت لازم ترجع ترجع مرتك. لا تحبها اخي، من الاخر فتحيه ما بترجع لعندي لحتى تبان حقيقه بيت ابو سليم. عيب عليك جميل، شو هالحكيات؟ شو ما بتعرفوا بيت ابو سليم مين هنن؟ ما بتعرف قديشهم طاهرين؟ انا ما قلت لا، على عيني وراسي، بس انا لازم اشوف بعيني واسمع باذني براءة الحريم وبراءة صياح، بعدين انا بروح برجع فتحيه. يا جميل يا اخي الله يوفقك، بس اسمعني. صبري، غير الحكي ما عندي. من هون لهون الله يهديك. عتبة متضايق كثير من نومة الدكان ومعه حق، لازم نستكري له بيت بقى. شو هالحكي؟ منين اجيب له بيت؟ الحارة كلها ما فيها بيت فاضي. مزبوط. شو رأيك نستكري له برات الحارة هو وأسعد؟ شيل يا القصة كلها هلا، خلي الوضع على حاله، أسعد خليه عم ينام بالقهوة وخلي عتبة عم ينام عندك بالمحل، هيك ليفرجها الله يفضله شو بيت. ماشي. شو؟ مشان ناطرة الحارة؟ أنا عامل دور للشباب، كل يوم واحد له دور، اليوم دور عتبة. حلو. وبشير عاملين له دور؟ لا. تعملوا لبشير لمطيع دور وتخبرهم هلا على الحارة، وشو بيقول لك تخبرني؟ ماشي. سلام.